إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزال نطوف في نطاق وفي إطار المحبة النبوية التي جعلها الله جل وعلا أصل دين المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ثم قبل هذا، ماذا تعني هذه المحبة؟ لقد ذكرت في الأسبوع الماضي أن المحبة شيء، يعني وأن الانقياد والطاعة شيء آخر. المحبة انصباب القلب إلى المحبوب، الشوق إلى لقائه، الحنين إليه، الاستمتاع بذكره، الاستئناس بمشالسته، أن تذوب النفوس شوقا ورغبة إلى لقائه صلوات ربي وسلامه عليه، أن تكون حريصا على أن تتعرف كل معلومة عنه، أن تقرأ في سيرته، أن تتعرف على شمائله، أن تحن نفسك إلى أن تجتهد عينك في النوم برؤيته، أن تحن نفسك إلى أن ينعم الله عليك يوم القيامة بصحبته. سوف يسبقنا على الحوض كما أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه: أنا فرطكم وإني على حوضي. يعني وسوف تتوارد وسوف تتتابع أفواج هذه الأمة قديما وحديثا لكي تشرب من حوضه صلوات ربي وسلامه عليه. لا يزاد عن هذا الحوض إلا من بدل وغير بعده: أنا فرطكم وإني على حوضي، ولرفعن إلي أناس منكم أعرفهم ويعرفونني، حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول يا ربي أصيحابي أصيحابي، أمتي أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فأقول سحقا وبعدا لمن بدل وغير بعدي. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا أحبه، اتخذه خليلا. إن الله اتخذ صاحبكم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إننا نحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحرصه علينا، لشفقته علينا، لتمام نصحه لنا صلوات ربي وسلامه عليه. إن الله جل وعلا لم يجمع لأحد من أنبيائه اسمين من أسمائه كما جمع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنه القائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال تعالى: إن الله بكم لرؤوف رحيم. إن الله جل وعلا لم يجمع لأحد من أنبيائه اسمين من أسمائه كما جمعهما للنبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. استمعوا هذه الكلمة،
لقد شرب رسول الله حتى رضيت. الكلمة في الصحيح ولها قصة. شرب رسول الله حتى رضيت. الشارب رسول الله والراضي شخص آخر. طب لهذه الكلمة قصة، فما هذه القصة؟ إن قصة أبي بكر وهي ثابتة في الصحيح. نعم، يقول: انطلقت فإذا أنا براعي غنم، فقلت له: لمن أنت؟ فقال: لرجل من قريش. فسألته: هل بغنمك من لبن؟ فقال: نعم. فسألته: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. نعم. قال: فأمرته فاعتقل شاة، ثم أمرته أن ينفض التراب عن ضرعها، ثم أمرته أن ينفض يديه، فقال إحدى يديه بالأخرى هكذا. نعم. ثم أخذ يحلب، فجئت بإداوة لي فاستقبلت فيها الحليب. قال: ثم بردته، ثم انطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: اشرب يا رسول الله. نعم. ثم ختم فقال: فشرب رسول الله حتى رضيت. شارب هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الراضي أبو بكر. يعني لم يقل فشربت حتى رضيت، لم يقل فشرب رسول الله حتى رضي، إنما قال: فشرب رسول الله حتى رضيت. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأبي بكر قصة أخرى في فتح مكة. نعم. عندما أسلم والده ثم جاء به لكي يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن مرت 10 سنوات على موت أبي طالب على الكفر. نعم. وكان نبينا يومها محزونا ومفجوعا، وقف وهو قائلا: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. وأنزل الله تعالى قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم أنزل عليه قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أغفى الزمن وغفاءه، امتدت إلى 10 سنوات. ثم كان فتح الله، يعني ثم كان نصر الله والفتح، ثم كان فتح مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وجاء أبو بكر بوالده أبي قحافة لكي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تقول الرواية: فمد يدا معروقة ناحلة لكي يضعها في يد النبي صلى الله عليه وسلم. اليد المعروقة يعني أن عروقها بادي عليها آثار الزمن وآثار السنين. نعم. فمد يدا معروقة ناحلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبايعه على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم خلقه قال لأبي بكر: لما يعني لم تترك الشيخ؟ كنا نحن نأتيه، إنه يوقر شيبته. فقال: هل لا تركت الشيخ؟ فكنت أنا الذي آتي. فقال: بل هو الذي يجيئك يا رسول الله. ثم أنه وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبايعه على الإسلام، فاستعبر أبو بكر باكيا، فتعجب النبي: ما الذي أبكى أبا بكر في هذه اللحظات؟ لحظات نصر، فتح، تمكين، إسلام والده، لحظات فرح، فما الذي أبكى؟ فقال: يا رسول الله، والله لكم وددت أن هذه اليد التي تمتد إليك تبايعك على الإسلام أنها يد أبي طالب، ألتمس بذلك قرة عينك يا رسول الله. إني أعلم أن إسلام أبي طالب كان أحب إليك من إسلام أبي، فأنا والله لكم وددت أن تكون هذه اليد التي تمتد لكي تبايعك الآن على الإسلام أنها يد أبي طالب وليست يد أبي، ألتمس بذلك قرة عينك يا رسول الله. في زمن عمر بن الخطاب جلس يعني بين بعض الناس، فقال بعضهم: إن عمر خير من أبي بكر، عمر أكثر حزما أكثر قوة. كان في أبي بكر شيء من كان في شيء من اللين والرقة، فبلغ ذلك عمر. فقالهم: والله إن ليلة من ليالي أبي بكر لخير من آل عمر. ثم أقسم مرة أخرى فقال: والله
إن يوما من أيام أبي بكر لخير من آل عمر. نعم. ثم قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه أبو بكر، ففي مسيرهما جعل أبو بكر ساعة يمشي أمام النبي وساعة يمشي خلفه، ففطن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: يا أبا بكر ما لك ساعة تمشي من الوراء وساعة تمشي من الأمام؟ فقال: يا رسول الله، إذا ذكرت الطلب مشيت من الخلف، وإذا ذكرت الرصد مشيت من الأمام. ثم قال: حتى إن كان هناك شيء أصابني دونك، كان هناك طلب أو كان هناك رصد، ثم كان هناك سوء، فإنه يصيبني ولا يلحق بك أذى يا رسول الله. نعم. فلما وصل إلى الغار قال: مكانك حتى أستبرئ لك الغار يا رسول الله. فدخل الغار ثم اطمأن إلى سلامته من الهوام والحشرات. نعم. ثم ارتفع ثم تذكر أنه لم يستبرئ الحجرة داخله، فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الحجرة. ثم قال عمر في النهاية: فوالله لهذه الليلة من ليالي أبي بكر خير من آل عمر. يعني إن هذا الحب الذي وقر في نفس أبي بكر، نعم، يحمله على أن يمشي أمام رسول الله تارة، وأن يمشي من ورائه تارة، وأن يسخل وأن يسبقه إلى دخول الغار لكي يستبرئه له، لكي يطمئن على سلامته. إن هذه الليلة من ليالي أبي بكر خير من آل عمر. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لفرط شفقته علينا ونصحه لنا، لأن الله جل وعلا يعني جعله أمانا لهذه الأمة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لقد جعل الله لهذه الأمة أمانين، إن أمانها الأول إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان الله ليعذبهم ونبيهم بين أظهره، فلما التحق بالرفيق الأعلى، نعم، ذهب الأمان الأول وبقي الأمان الثاني وهو الاستغفار. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني تلا قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم. ثم تلا يعني من قبل ذلك قول إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم استعبر باكيا صلوات ربي وسلامه عليه. فعندئذ أمر الله جبريل أن يذهب إليه أن يسأله: وربه أعلم، ما يبكيك يا محمد؟ فجاء إليه جبريل ثم سأله: ما يبكيك يا رسول الله؟ يعني فشك إليه عندما قال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، اللهم أمتي. فعندئذ أرسل الله جبريل إليه مرة أخرى فقال: قل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. الحديث أخرجه مسلم: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. إنه تلا قول الله جل وعلا على لسان خليله إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إنه تلا قول كليم الله، إنه تلا قول روح الله عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم تذكر أمته فاستعبر باكيا بدموع غزار، فأوحى الله إليه: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع شجرة، إلى خشبة، فلما كثر الناس من حوله سألهم أن يبنوا له منبرا، فعندئذ بنوا له منبرا، ففارق الخشبة ووقف على المنبر لكي يخطب الناس من مكان مرتفع لكي يراه الناس. فعندئذ حن الجزع وهو خشبة، حن الجزع وهو جماد، يقول: أنا سمع الله وأنا أسمعه في المسجد. يعني فما زال يحن حتى نزل إليه النبي
صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده عليه فسجد. الحسن البصري يقول إن خشبة تحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يرجون لقاءه ومن يرجون شفاعته يوم القيامة أولى بأن يكونوا أكثر حنينا له، أولى بأن يكونوا أكثر اشتياقا إليه. إن الله جل وعلا أرسله رحمة للعالمين، أما أصحابه، أما أتباعه، أما الذين آمنوا به فقد سبقت لهم من الله الكرامة، أما المنافقون الذين آمنوا به ظاهرا فقط استفادوا من رحمة الله تعالى بهم أنهم حقنت لهم دماؤهم وحقنت لهم أموالهم وأعراضهم ما داموا على قيد الحياة، فاستفادوا من إعلان الإسلام ولو كان ذلك نفاقا أنه حقنت بذلك دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، ثم حسابهم على الله يوم القيامة. المعاهدون له استفادوا بهذا أن عاشوا في خفارة عهدهم، فعاشوا آمنين على أنفسهم، على أموالهم، على أعراضهم، في ذمة لا تنقض وفي عهود لا تنكث أبدا. يعني بل يقول ابن القيم حتى المحاربين المقاتلين الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فقتلهم، لقد كان موت هؤلاء خيرا لهم من حياتهم، لأن حياتهم يعني وقد سبقت لهم شقوتهم، وقد سبقت عليهم شقوتهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. اللي عاش 100 سنة كافر بالله عز وجل يحارب الله ورسوله ويرتكب الموبقات كلها، إن له من العذاب أكبر وأغلظ وأكثر ممن عاش 60 سنة فقط في حرب الدين وفي عداوة الله وفي عداوة الله ورسوله. ففي كل أحواله ومع البشر عامة، يعني بل تستطيع أن تقول مع البشرية كلها، نعم كان رحمة، لأن الله جل وعلا قد وعده ألا يعذب أمته بعامة، لن يأتي عذاب عام يستعصي البشرية كلها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فيما سبق من الأمم كان يأتي عذاب عام يستعصي الكفار ويجتث شأفتهم، لكن الله جل وعلا قد وعد نبيه ألا يهلك أمته بسنة عامة، فكان رحمة للعالمين، كان رحمة بمن آمن به ورحمة بمن وادعه، حتى رحمة بمن قاتله، حتى رحمة بأهل الأرض قاطبة، لأن الله جل وعلا لا يهلك أمته بسنة عامة. نعم. ثم نختم هذه المندمات بحديثه الصحابي الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه وبينه ممازجة ومؤالفة يعني كبيرة جدا، حتى تحكي الروايات أنه كان إذا جاء تاجر يعني بشيء من السمن الجيد أو العسل الجيد كان يشتريه ثم يذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يملك ثمنه. نعم. فإذا جاء يتقاضاه الثمن كان يأخذه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ادفع لهذا الثمن يا رسول الله، فيقول له ألم تهده لي؟ فعندئذ يقول يا رسول الله بلى أهديت لك لكنني لا أجد ثمنه. فلا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يضحك ثم يدفع الثمن لصاحب هذه السلعة. لكن المفاجأة أن صاحبنا هذا كان مبتلا بالخمر، كان مبتلا بالخمر، وكان وما أكثر ما كان يجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مرة يقيم عليه الحد. وفي مرة قال أحد الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يجاء بك، خبريه الموضوع مرة 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 لعنك الله ما أكثر ما يجاء بك. نعم. فانتصر له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا تعين الشيطان على أخيكم، فوالله ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. لا تعين الشيطان على فوالله ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. اللقطة هذه إنما تجسد لك شكل المجتمع المسلم، لا تشطير يعني ولا إقصاء مهما كانت أخطاء، إن الخاطئ إنما كان يجد قبل سقوطه يعني قبل أن يهوي إلى الأرض كان يجد يدا حانية تحول بينه وبين السقوط إلى الأرض لكي تعينه على النهوض مرة أخرى، لكي تقدره على التوبة،
لكي تعينه على أن يتكيف وأن يندمج مرة أخرى مع جماعة المسلمين. يعني ثم يبحرك في هذه القصة تلك الإشارة النبوية إلى خصلة من خصال الخير يحب الله ورسوله، خصلة ليس خاصا بها وحده، منقبة ليست خاصة به وحده، لكن النبي يلفت أنظار الناس إليها لكي يوسع رقعة الخير في نفوس الخاطئين المذنبين، لكي يلفت الناس إلى هذه الجوانب الطيبة، لكي لا تكون أخطاءهم زنازين نحبسهم داخلها، لا نطل عليهم إلا من خلالها، لا نراهم إلا من خلالها. يعني إنه مبتلى بهذا الداء، لكنه ري آخر من زاوية أخرى إنه يحب الله ورسوله، وكان من أكثر الناس تمازجا وأتلافا وصحبة وقربا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني وبهذه الصورة الفريدة النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه، يعني كان يحصر دائرة الشر في نفوسهم، ثم يزيد على ذلك أنه يلفت أنظارهم إلى الجوانب الطيبة والخيرة التي إذا نمت إذا زادت فإنها تقهر الجوانب السلبية وتقهر الجوانب الشريرة، ثم تعين أصحابها وتحملهم على التعافي، على تجاوز أزمتهم، على تجاوز محنتهم. إنه يذكر هذا في مقام الخمرة. هل تعرف ما الخمرة؟ لعن الله فيها عشرة، أم الخبائث، مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. نعم، لكن المقام يختلف. إذا كنا في مقام إقامة الحد، الحد يقام على القاصي والداني والقريب والبعيد والحبيب وغيره، لا شفاعة في حد من حدود الله عز وجل. إذا بلغ الحد إلى السلطان لعن الله الشافع والمشفع. نعم، تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. المقام مقام إقامة حد. نعم، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إذا كان مقام مقام تراحم وبعث مشاعر الأخوة الإيمانية وأن تمد يدا حانية إلى الخطائين والعصاة لكي تنتشلهم من عثرتهم، لكي تقيمهم من أوحالهم ومستنقعاتهم، فإن أبواب الرحمة مفتوحة على مصراعيها في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفوس أصحابه، متسع لهذه المعاني الكريمة والنبيلة. المجتمع المسلم ليس فيه تشطير، ليس فيه إقصاء، إنما يوضع كل شيء في نصابه ويوضع كل شيء في مكانه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفر. The Sheikh is still continuing talking about the love of the Prophet صلى الله عليه وسلم, and because it's one of the pillars of Islam, it's part of the faith in Allah Azza wa Jal, as Allah put it, and the Prophet ﷺ told us that you will not reach the faith until the love of Allah Azza wa Jal and His Messenger exceeds anything, your parents, your sons, your wealth, and anything in this life. But the meaning of love is to have your heart full of feelings and compassionate toward the Prophet ﷺ. To always miss him, to always look forward to know something about him, to always want to meet him, to want to know everything about him, about his characters, about his speech, about what he does, and everything about him. And you want to be his companion at the Day of Judgment. He is the one who is going to beat us to the fountain where he will be greeting us to come, and he will allow us to drink from the fountain. And some of the followers of the Prophet ﷺ, they will be turned away because they have changed and they innovated in the religion, as all of you know the hadith. But we love the Prophet ﷺ because Allah Azza wa Jal loves him. Allah Azza wa Jal made him of the best companion, a Khalil, the best of friendship as a Khalil of Allah Azza wa Jal. And he gave him two of his characters, a compassionate and merciful. There's a statement by one of the companions of the Prophet ﷺ where he said, the Prophet ﷺ, he drank until I was satisfied. The Prophet ﷺ drank until I was satisfied.
The story behind it that Abu Bakr as-Siddiq, he was traveling and he saw a shepherd with some sheep and goats. And he belonged to a tribe in Quraysh. He asked him if he could milk them for him. He said yes. So he told him to clean his hands and to clean the sheep where he's going to get the milk from. Then after he got the milk, he cooled it off because it comes warm. And then he took it to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and he asked him to drink from it. And then he made that statement that he, alayhi salatu wasalam, drank until he, Abu Bakr, was satisfied. He was happy with the drinking of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And the conquering of Mecca, after the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam went to Mecca and he reopened it to Islam, Abu Bakr came with his father, Abu Quhafa, to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And look at what he did. So his father will be embracing Islam and give bay'ah to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And it was 10 years after the death of Abu Talib. And all of you know how he, alayhi salatu wasalam, loved his uncle Abu Talib. When he said after his death that I will ask Allah to forgive you unless I was prevented from doing so. And then Allah Azza wa Jal said, it's not up to the believers, to the Prophet of the believers, to ask forgiveness for those who made shirk with Allah Azza wa Jal after they die in shirk. But he, Abu Bakr, when he saw the hand of his father shaking the hand of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he started crying. He started weeping. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was amazed. Why are you weeping when Allah Azza wa Jal gave us this victory, when Allah Azza wa Jal let your father embrace Islam before he dies? He said, because I know how much you love your uncle, and I wished that it was the hand of your uncle Abu Talib who made the bay'ah to you, who embraced Islam. He preferred what the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam preferred. That's true love. Umar ibn al-Khattab, he heard somebody saying that Umar is better than Abu Bakr. And he got angry and he said, by Allah, it's one night of Abu Bakr is better than Al-Umar, than the whole tribe of Umar. And then he started reminding them when Abu Bakr was the companion of the Prophet ﷺ in his migration from Mecca to Al-Madinah. When they went to the cave, and before they reached the cave, Abu Bakr was going behind the Prophet ﷺ, in front of him, to the right, to the left. And the Prophet ﷺ, every time he asked him, why are you doing this? He said, every time I remember that the Quraysh is behind us, trying to catch us, I'm trying to be right there behind you to protect you from the back. And then I remember maybe there is some enemy in the front, so I rush to the front to make sure nothing is going to hurt you from the front or right or left. I would like to be hit instead of you being even have any harm. When they reached to the cave, he said, stay here, Prophet ﷺ. Let me expose it. Make sure there's it's safe. Make sure there's nobody in there. Make sure there's no animal or anything that could hurt you. He preferred the safety of the Prophet ﷺ over his own safety. That's a true love to the Prophet ﷺ. And that's why Umar said that that night is better than all his tribe or everything that they talked about. Allah Azza wa Jal has given the followers, the believers, two safeties in their lives. A safety with the presence of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, where he will not punish them while he, alayhi salatu wasalam, exists among them. And also, as long as they keep making repentance to Allah, making istighfar to Allah Azza wa Jal. As the ayah tells us clearly, but the Prophet ﷺ is not with us, so we only have one item of safety. And we should always remember that, which is repentance to Allah Azza wa Jal. And one time the Prophet ﷺ was reciting what Isa alayhi salam said in the Quran, as Allah told us, that if you punish them, they are your servant. And if you forgive them, you are the mighty and the merciful. You are the might and the wise. And then when he recited what Ibrahim said,
that those who followed me, they are with me, they are with me. But if you, if those who did not follow me, then follow what I came with, then you, Allah Azza wa Jal, is Ghafoor al-Rahim. You are merciful and forgiving. Then the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam starts crying. Allah Azza wa Jal sent Jibreel, and he is knowledgeable of why the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is crying, to ask the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, why are you crying? And he, alayhi salatu wasalam, said, my followers, my followers, my followers. He said it three times. Then Allah Azza wa Jal sent Jibreel back to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to tell him that we will make you satisfied with your followers, and we will make you happy with the, your followers, and not, no harm will come to you. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, in his life, whenever he used to address the congregation, he used to stand on a small branch of tree. And when a lot of people embraced Islam, so he asked the companions to build him something so he could, you know, stand on something higher so people could see him while he is addressing them. Then at that day when they brought that to him, everybody heard that branch of tree weeping, crying. So the Prophet ﷺ came out of those steps and he put his hand on it until it got quiet. If a tree loved the Prophet ﷺ, how about his followers? Aren't they supposed to love him and be anxious for everything he did, to know him, to follow him? Allah Azza wa Jal has sent the Prophet ﷺ as a mercy to all humanities, to those who are believers, because Allah saved them through the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. But it did not only stop at those who believe him and believe in the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and followed him. Even the hypocrites, Allah Azza wa Jal made the Prophet as a mercy to them, because he gave them safety on their souls, in their wealth, in their honor, while they pretended to be Muslims. And even those who fought the Prophet ﷺ, and he killed them, or the Muslims killed them, he is mercy to them. Because if they lived longer, they would have committed more crimes against Allah Azza wa Jal, and Allah Azza wa Jal will punish him more on the day of judgment, or in the hellfire. But by killing them, he reduced that amount for them. He reduced that punishment for them. So you could find the mercy that Allah Azza wa Jal sent of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is exposed in all humanities. It's enough that there is no more punishment that's going to take all those who disbelieve in Allah Azza wa Jal. Remember the stories in the Quran and all the books before that, that those who disobey Allah Azza wa Jal, Allah will take them completely, wipe them out of earth. You will not even hear about them. You will see some signs that they existed. But after the Prophet ﷺ, Allah Azza wa Jal, out of the mercy that he sent, this is not going to happen where all of them will be wiped at the same time. And the Shaykh has concluded with this story about one of the companions who used to wait for the merchants come from out of town, and he would rush and buy the best of product of oil, and he will take it to the Prophet ﷺ. And that companion didn't have a penny. And when he is with the Prophet ﷺ and he meets that merchant, he will ask the Prophet ﷺ to pay for it. And the Prophet ﷺ will turn to him smiling. You give me a gift and then you ask me to pay for it? He said, Allah, I'd like to give you a gift, but I don't have any money. So he, alayhi salatu wasalam, will pay for it, and he will laugh and will smile. And that companion used to drink alcohol. He's an alcoholic. And every once in a while, they bring him to the Prophet ﷺ, so he will punish him with the punishment of Allah Azza wa Jal. And it was repeated so many times. Until one time, one of the companions, he said, Allah's curse on you. How many times you keep coming in here and you have no fear of Allah? And the Prophet ﷺ turned to him and stopped him from doing so. And he said, do not help the shaitan on your brother. By Allah, I know a character in this person, a character of goodness, that he loves Allah and his messenger.
There are so many lessons we could learn from this last story. But one of the main ones, that don't look for the wrong things in anybody. There is always something good that you could find. The Prophet ﷺ told his companions not to just emphasize on the wrong things and to always look for the good things. May Allah grant us all the love of His Prophet and to follow His Prophet as He is, will be pleased with us. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اشف جميع مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية اللهم اجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم اذهب عنهم الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مثل نوره كمشكاة فيها مصباح